اخذكم مرحبا وين مغرب ماكم ماكم غير البارح كنتوا موريتانيا ماكمش عاقلين. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جا اخوكم شرف الدين كالعاده باش يحكي في موضوع بزاف مهم، ما كنتش حاب نحكي عليه لكن لازم نحكي عليه، لانه الخرطي والاكاذيب والاقاويل كثرت بزاف، بالخصوص من قبل الصفحات البرتوشية اللي راهي تسينيالي. البارح ما قدرتش نبرطاجي بسبة السينيال، فيا خاوتي ابسط حاجة تقدروا تديروها انو تخليوا لايكاتكم وتخليوا تعليقاتكم والبرطاج تاعكم باش الحقيقة توصل الى الجميع. كما راكم تشوفوا هنا في الصورة يا خاوتي، الان انقلاب عسكري داخل الناحية العسكرية الثانية وهران بين جنرالات موالون لروسيا والفصيل الموالي لفرنسا الذي يتزعمه شينغريحة. أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وإصابات بين ضباط وجنود. الجزائر مقبلة على عشورية سوداء أخرى. يتمنوا في الجزائر يا خاوتي عشورية سوداء أخرى. حابين نشوفوا الشعب الجزائري وهو يعاني، لكن صدقني يا البرتوشي عمرك لا تشوف الشعب الجزائري يعاني، إنما انتاي البرتوشي اللي تبقى تعاني في وسط العاصمة تاعك بالأحمرة اللي عندكم ثم. مانيش نحكي على الأحمرة العباد، لأنه العباد باينة أحمرة يا خوتي، نحكي على الأحمرة تاع الصح، لأنه راهم يسركلوا لهم في العاصمة. كامل شفتوا الفيديو هذا يا خوتي تاع إطلاق رصاص في وهران، كما راكم تسمعوا شفتوه. تخلطت في وهران اليوم حقيقة، أتخلطت. كما راكم تشوفوا الحادثة يا خوتي أي صارية يعني في ثكنة عسكرية، يعني في وسط ثكنة تاع عسكر. وش صرا؟ بكل بساطة لا انقلاب ولا خرطي ولا هم يحزنون. حسب الأقاويل يا خوتي كاين عسكري تخل في حالة نفسية، تعارك مع أصحابه منا، فقام بإطلاق وش النار على الزملاء تاعه في الثكنة العسكرية. تصرى هذه الحاجة في كل الدول، حاجة نورمال عادي تصرى. البريتيش حابين بالسيف يقلبوها انقلاب وتخلطتوا منا. المهم هذا السيد اللي خرج على عقله قال لك من بعد خرج من الثكنة، ما على باليش هل انه خرج حقيقة ام لا، بالصاحي اللي راني متأكد منه وسط الثكنة تيرة على اصحابه. قال لك المهم خرج وتيرة ثاني بشكل عشوائي. حسب الاخبار صرا انزال امني كبير، جات القوات الخاصة من الشرطة ودارك وكذا. المهم تخلطت يا خاوتي، قاموا بدورهم وتحكموا في الوضع وقاموا بردع العسكري. ما على بالناش هل مازال حي هل كذا، المهم حي ولا ما هوش حي ما يهمناش، لانه يعني سيد كيما هذا ما نحتاجوهش في بلادنا من الاخر. كما شفتوا هذا الفيديو الاول، الان راح نديكم تشوفوا فيديو من زاوية اخرى، راكم فاهمين، نديكم تشوفوا فيديو ايضا من زاوية اخرى ونزيد نقرب لكم مليح الفيديو قريب خلاص. هذه زاوية اخرى يا خوتي. بالصحي البرتوشي ما لاحظتش حاجة، شعب تاعنا مريض سلاح قايم والشعب يصور والشعب قدام الرصاص، والله غير انا حبسوا لي راسي الجزائريين. انت حاب تخلط في هذا الشعب اكمل نيتك، والله ناكلوكم على بالكم. يا ريت يري على الشعب ولا على الارمية فهمناش. تدخل سريع ورا، تدخل سريع ماشي غير هاك بصح. كما سمعتوا خاوتي الجزائريين، الان راح نقربوا شويه ونشوفوا الفيديو يعني قريب مليح. تفرجوا خاوتي تفرجوا، هاكم تشوفوا هاو الفيديو قريب خلاص لواش كان صاري فوق السطح. اللي كان صاري فوق السطح انه عسكري هز كلاش لابس لبسة سيفيل والآخر لابس يعني لبسة عسكرية،
صرا راكو روشاج ما بيناتهم، هذا يتيري على هذا السلاح ومنا. شوفوا فوسفوس كيما راكم تشوفوا تيراو، من بعد هذا العسكري هرب يعني ما طاح ما والو، زاد عاود رجع له من جهه واحده اخرى. راكم فاهمين يعني واحد خرج على الصف، واحد كيما نقولوا هبل ولا ما باش صرالو خرج على الصف. راه صاحبه على خرج فيها خرج فيه، عاود زادوا راح له من جهه اخرى. الله تيرا تيرا طيحه. كما راكم تشوفوا في الاخير تم واش ردعوا، هذا ما كان، هذه الحكايه يا البراتيش. لو كان ندخلوا للعسكر تاعكم واش راهو صار في وسط الثكنه تاعكم، ريسانكم يحبسوا، احنا اللي يخرج على الصف نعطيوها السقله. على حساب الشوفة يا خاوتي وعلى حساب الفيديو هذا، ما كانش ضحايا من 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 السيفيل يعني، يا من خارج الثكنة ما كانش، على حساب واش راني نشوف. يا خاوتي نزيدو نفهمو مليح من عند واحد خونا يهضر ويحلل على حساب كيما نقولو رايو هو، ولا على حساب هو كل واحد يهضر الان، لانه ما كان حتى بيان. يعني اشاره صاري في وهرنا اليوم، شاهد الحياه اللي جاتنا اليوم، ما فهمتش انا تير راه داير حاله. خونا وعاود نفس الفيديو اللي كنا نشوفوه. راه في هذه البلاصه هذه راه فيها دونجي، راه فيها اكروشاج تير برصاص الحي، هذا ماشي بابجي ولا ديفلومبول، هذا تير برصاص الحي. راكم تسمعوا كيفاش راه يفوت رصاص، راه يفوت على هذه البلاصه، الناس شو وقفهم هنا؟ انا هذه حاجه ما فهمتهاش. والبراتيج حابين يخلطوا في هذا الشعب، شعب مهبول، شعب والله مريض تاع الصح، ما كاين والو خاوتي. القضية تاع وهران ماهيش هذيك القضية تاع زعما تخلطت وكذا، تصرات صرا عادي، لو كان صرات في الماريكان ولا ما تسمح حتى واحد حكى عليها يا خاوتي، لكن كي صرات في الجزائر قال لك محاولة انقلاب، وقال لك تخلطت في الجزائر والجزائر داخلين في عشورية واحدة أخرى ومنا والحكايات هذوك والخرطي هذاك، ما تصدقوا حتى واحد، وإنما استناو البيان الرسمي، استناو يعني تشوفوا حقيقة واش صرا من قبل وكيل جمهورية ولا من قبل، المهم بيان من عند وزارة الدفاع. المهم يا خوتي حاجة وخلاص رسمية، ما تتبعوش باش تتبعو، لأنه كاين ناس الهم تاعها الواحد هو أنه تنشر باش تنشر، والسلام عليكم. هذا ما كان، نقولوها ونعودوها، تحيا الجزائر اليوم وغدوة، تحيا الجزائر اليوم وغدوة، ونبنيوها حنايا ولادها، وتحيا الجزائر، نختتموا بها الفيديو تاعنا، السلام عليكم.